هذا سيدي شي واحد مزوج بشي وحده خايبه، راكبه معاه في الطوموبيل وغاديين كيتجادلوا بيناتهم واحد الشويه وهو يحرق السطوب. شدوا واحد البوليسي، ايوا داك البوليسي كيهضر مع داك مول الطوموبيل وديك خيتي هي اللي كتنقص. واحد شويه داك البوليسي قال له اشكون هادي اللي راكبه حداك؟ قال له هادي يا سيدي راها مراتي. هو يرد له الوريقات ديالو قال له سير سير بحالاتك. قال له سيدي ما غنخلصش البروسي. ايوا قال له غاداك البروسي اللي راكب حداك بارك عليك. هادو هو سيدي واحد جوج ديال العيالات ركبوا في الكار، ايوا هادو كيدابزوا على البلاصه، الاخرى كتقول لها بلاصتي والاخرى كتقول لها بلاصتي، هادو كيتنادفوا. ايوا واحد شويه جا داك الكريسونو وقال لهم لالات راه الزوينه فيكم هي اللي توقف. ايوا الطريق كامله هما واقفين بجوج. هادي يا سيدي وحده من بعد الزواج جات تزور ماماها وهي تسولها اما قالت لها بنتي كي دايره في الحياه ديالك؟ قالت ليها ماما اش غنقول لك، راجلي كاع ما كيغازلنيش و تيغازلني حتى كنكون في الكوزينه كنغسل الاواني عاد كيغازلني. وهي تجاوب هذاك امها قالت ليها هذاك راه ولد الحرام مولف على الخدامات. هادو واحد الجوج ديال الزوجين تخاصموا بيناتهم. ايوا الزوجه قالت للزوج ديالها قالت له شوف نقول لك انا راه في عمري 60 سنه ومازال لي حد قال واحد من صحابك معجب بيا وكيقول لي راك زوينه بزاف. ايوا هو يقول لي هذاك الزوج ديالها هذا راه ما يكون غير بوشعيب. قالت لي اه وباش عرفتيها؟ ايوا قال ليها اصلا هو راه خدام في لافيراي وعزيز عليه الخرده. واحد سيدي غادين هو وصاحبو كيتساراو، واحد شويه داك صاحبو قال له شفتي داك السيده اللي لهيه؟ قال له اه شفتها. وقال له ديك السيده راه ديما كتضرب راجلها بالصباط. هو يقول له وانت باش عرفتيها؟ هو قال له هي راه اصلا مراتي. ودابا الراجل بغى يتزوج خصو يكون خدام وعندو الدار وجامع شويه الفلوس، امين البنت لا، البنت الا بغات تتزوج خصها تبدل غير النمره وديزانسطالي الفيسبوك وتبدل الواتساب. هذا سيدي واحد العروبي تسرق في الصين ومشى يديكلاري في الكوميساريه. ايوا من دخل عندهم سولوا ذاك البوليسي قال له اعطينا الاوصاف بهذا الشفر اللي سرقك. بقى تيشوف ذاك البوليسي قال له انا كنقول والله يعلم يا اما انت يا اما هاد خونا اللي جالس حداك. هذا واحد الزوج سال الزوجه ديالو قال ليها واش كتحبني انا اكثر ولا اطفالك؟ ايوا قالت له بطبيعه الحال كنحب اطفالي اكثر. قال ليها علاش؟ ايوا قالت له اطفالي فليدتي كبيدي. ايوا وانت فاقع كبيدي وفاقع مراراتي. هادي زوينة هادي، هادي شي وحدة سيدي صيفطت الفطور لختها، هو يدوق منو راجلها وعجبو داك الطياب، هو يقول ليها وخصني نصيفطك عند هاد ختك تعلمك الطياب. هو قالت له هاديك ختي راه مصيفطة ليا الفطور وقالت لي ها كيدوقي الطياب راجلي، ماشي بحال شي وحدين ما يعرفوش يديباني وراسهم حتى بالبيض ومطيشة. شرشمت له المشاعر. هادي فيها معنى هادي، هادي شي وحده بغات تجرب راجلها ودارت واحد النمره جديده، ايوا دخلت للواتساب كتحرش به، ايوا يطلع السيد ارمل وخاصو شي وحده تنسيه في المرحومه حيت كان تيبغيها بزاف، ويسولها قال لها شكون اللي معايا؟ قالت له راه معاك المرحومه شخصيا يا ولد الحرام. هذا واحد خينا اخرج له واحد العفريت، ايوا من خرج له ذاك العفريت قال له ودابا اطلب ما بغيتي؟ قال له انا بغيتك ترجعني نحله. هو يرجعو نحله،
مين رجعون حنا حرق لإيطاليا، ما يبغى يدخل لإيطاليا داك النحال ديال إيطاليا ما خلاوهش يدخل، قالوا له انت باينه فيك ماشي نحله، قال ليهم لا انا راني نحله، قالوا له واش مأكد انت نحله، قال ليهم اه راني مأكد انا نحله، ايوا قالوا ليه باش نعرفوك انت نحله خصك دير لنا العسل، ايوا هو يبدا يتعصر، بدا كيتعصر، واحد شويه وهي تفيق امه دايره يديها على نيفها، وقالت له نوض نوض وليدي نوض، 30 سنه وانت لا خدمه لا ردمه، عاد زايد مكملها ودير ليا كاكا في الفراج. بدا سيدي واحد الاب والابن ديالو جالسين فواحد الطاويله وخدامين تياكلوا، ايوا واحد شويه وما يسمعوا الدقان، داك الابن قال لباه قال له نوض نوض الواليد نوض تحل، هادي راه مرتك جات، ايوا داك الاب ماشي من العاكيزين قال لي راك طلقه بطلاق التلات، قال له بقيتي على خاطرك دابا هيا ما بقاتش على الدمه ديالي، ولكن راه مازال والدتك بسخوط الوالد نوض تحل. هذا واحد المحشش راكب في الطوبيس، هو يسمع واحد ثلاثة البنات كيتعاودوا بيناتهم راكبين موراه، الأولى قالت لصحاباتها أنا والله ما نكره نتزوج شي ضابط، والثانية قالت لصحاباتها أنا والله ما نكره نتزوج شي لعيبي ديال الكورة يكون مشهور، والثالثة قالت لهم أنا والله ما نكره نتزوج شي مغني، إوا هو يدور لعندهم وقال لهم كنقدم لكم راسي، معاكم الكوماندار ميسي سعد المجرد. هادي شي وحده معروضه في واحد العرس، ايوا دايره واحد السنسله في عنقها ومعلقه فيها واحد الطياره، ايوا عرس كامل واحد خينه حط عينو عليها، فيما كدور تلقى ديك خينه حط عينو عليها وهي تشوف فيه، قالت له واش عجبتك الطياره، قال ليها لا عجبني المطر اللي نازله فيه الطياره، حرجنا الضي تبعوها البلاد. هذا شي راجل سول مراته قال ليها اكيف جيتك بلا لحيه، قالت له ماشي راجل، ايوا لا غدا في الصباح ملي فاقت من النعاس وهي تسولو، قالت له انا كي جيتك وانا فايقه من النعاس بلا ماكياج، قال ليها راجل ونص، رد ليها الصرف بالمسخوط الاخر. هذا واحد اسيدي قالوا له غادي نغمضوا لك عينيك ونحطوا لك مراتك ما بين 20 ديال النساء ونشوفوك اسيدي واش غادي تعرفها ولا لا، ايوا غمضوا له عينيه وحطوا له مراته ما بين 20 ديال النساء ودوروه، هو يوقف حدا مرته وقال لهم هذه هي مرتي، وتعجبوا قالوا له ويلي كيفاش عرفتيها وحنا مغمضين لك عينيك، قال لهم سبحان الله العظيم العيالات كلهم ارتاح ليهم قلبي الا هي.